من الشعب وإلى الشعب، واحد من قادة النضال الثوري الذين عرفهم جنوب اليمن، ومن أبرز القادة السياسيين في تاريخ اليمن الحديث. أقول أن أي تنظيم أو أي قيادات ثورية تكون من هذا الشعب، تعيش متواضعة مع الشعب، فاهمة دورها اللي تأديه كجنود وخدم، لكن مش كطبقة متميزة تحتكر كل شيء لنفسها ولا تعطي شيء جماهير الشعب الأخرى. إنه الرئيس عبد الفتاح إسماعيل الذي نعيش ذكرى مولده هذه الأيام، صاحب أكبر التحولات في الجنوب أو اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا. بدأ مرحلة نضال في سن مبكر، وهو لا يزال عاملا في مصنع لتكرير الزيت قبل أن ينضم إلى حركة القوميين العرب، ومن ثم قاد الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن من الاحتلال. في عام 1964 أصبح فتاح المسؤول العسكري والسياسي عن نشاطات الجبهة في عدن. بعد استقلال الجنوب من الاحتلال البريطاني عام 1967 عين عبد الفتاح وزيرا للثقافة والإرشاد القومي، ووزيرا مسؤولا عن قضايا الوحدة مع شمال الوطن. خاض معركة توحيد فصائل العمل السياسي، وعمل على تأسيس حزب طليع ضوت في إطاره كل التيارات اليسارية، فكان الحزب الاشتراكي اليمني. توجه فتاح في حواره شمالا من أجل تحقيق وحدة اليمن. عقب ذلك جمع فتاح بين منصب الأمانة العامة للحزب ورئاسة الدولة خلال الأعوام من 1978 حتى 1980 قبل أن يتنحى عن السلطة ويذهب إلى المنفى. كان فتاح رجلا بلا قبيلة ولا جيش ولا مال، وعرف بشغفه وولعه بالشعر والأدب، وصادق الكثير من الكتاب والشعراء والمثقفين اليمنيين والعرب، وصدر له ديوانان هما الكتابة بالسيف ونجمة تقود البحر. برز الرجل كمثقف سياسي ومنظر للحزب الاشتراكي الذي كان الحزب الحاكم في جنوب الوطن آنذاك. عرف بقصائده السياسية والنضالية، وكان ذو يزن اسمه الحركي الذي ذيل به الكثير من قصائده. بكرت غضش عاد الصباح ما حن. غنى له المرشدي أغنيته الشهيرة تاج النهار، والتي اشتهرت باسم مخلف صعيب. عاد عبد الفتاح إسماعيل مجددا للمشاركة إلى دائرة العمل السياسي في عدن من أجل التخفيف من التوتر بين أركان السلطة آنذاك. لكن الأحداث التي تلت عودته، والتي تمثلت بأحداث 13 من يناير عام 86، كتبت مصيره المجهول حتى اللحظة. هذا هو عبد الفتاح إسماعيل الذي لم يرحل من ذاكرة اليمن ولا من وجدان شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولا تزال عبارته الشهيرة تمثل صراطا نضاليا وثوريا للأجيال من بعده. ستظل الكلمة مجزأة الأحرف ركيكة المعنى إذا لم تكن من أجل الشعب.